كانت الدنيا جل مطلبه حار ولم يجد للجواب لسانا، ومن كانت الأخرى له سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا. فيا رب الثابت من القول ثبتنا ولبنا بفضلك أمنا ورضوانا. وأصلي وأسلم على من ختمت برسالاته الرسالة وفرح به الأرض والسماء بمولده، صلاة وسلاما على النبي الكامل والسراج الشامل صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والغرب في المشهود سيدي يا رسول الله. وأنا واقف بين يديك ماذا أهدي إليك؟ وكل شيء قليل عليك ولم أجد إلا الصلاة عليك. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، نحييكم في هذه الليلة القرآنية الكبرى التي نكلم فيها الفقيد الراحل ذي الأدب والواجب في كل مكان الحاج محمد الدسوري خليل والد لواء أركان حق السيد محمد خليل الدكتور كريم محمد خليل ومعائلات خليل وأجسادهم وأقاربهم شكرين جميعا لكل القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية إلى ساحة القرآن الكريم مع قارئ رئاسة الجمهورية القارئ الذي أقول له دائما وأبدا أشتاق محافظة الغربية بفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم قارئ رئاسة الجمهورية ليحيي جميع لياليها. إذا جاء إليها الدكتور عبد الناصر حرف فكأنما طلع البدر فيها، ينشر نوره في كل مكان ويضيء جميع نواحيها، يتلو آيات الله بكل خشوع لأنه يفسر كل معانيها، تأتي إليه القلوب العليلة لعلها تجد قرآنا يشفيها. إلى ساحة القرآن الكريم وقارئ عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وقارئ الرؤساء والبنود فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب تنمية الفقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله.
يثبت الله الذين آمنوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله رسول تاني زي ما قلتها بباكستان تجيبها، زي ما جبها بباكستان تجيبها عشان خطر الرسول. بعدين بقى ويضل حاضر يا سيدي حاضر. صلوا على سيدنا النبي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة Oh,
يا رب يا رب. عليك يا شيخ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. عليك الجلاب وصلى على حضرة النبي. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سلم رب سلم. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمت فإن مصيركم إلى النار. سلم يا رب يا منجي نجينا يا رب. قل كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا عليك يا سيدي. الله يفيدك يا جميله يا دكتور. حاضر حاضر. الله يفتح عليك. انت يا اصلي يا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يا دكتور.
فن حلو يا سيدي. فن حلو. بعد ما عندكم يا سيدي. بس بحرف. انت يا حسن. وينفق من من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صل على سيدنا النبي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل شرف في اي مكان ضيفت عليه. عليك يا سيدنا. قلت لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة رزقناهم سرا وعلانية. انت قلت للشعشاعي وقلت الغلوش عايزك تخش على قارئ الملوك جواب للشيخ مصطفى اسماعيل عشان خطر الرسول يا علم زي ما قلتها بباكستان لان انت منور مسألة سيد النورة بتفيد ربنا يزيدك يا رب حاضر خش على المدرسة الكبيرة حاضر اللهم استعان اللهم استعان حاضر حاضر مستعجلش حاضر حاضر مستعجلش حاضر الله يصلح حالك قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم عندك كل الإمكانيات فما تبخلش ضيفت عليه كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة عليك يا
يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناه سرا وعلانية. قل لعبادي الذين وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا هنروح فين جنب الناس الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ثمرات رزقا لكم الله.
خدت منك قبل يا محترم يا عم. بس لحالك يا سيدي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. عمرنا صبرا صبرا جميل صبرا جميل حالك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان زيدوا الصلاة عليه. صلى عليه. صلي وسلم وزيد وبارك. مش السيجارة اللي شغالة في يد حضرتك دي بعد إذنك. في مجلس قرآن. شكرا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار. صلوا على سيدنا النبي. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن علامة مسجلة. ماركة مسجلة. ولا نزكي أنفسنا يا سيدي ولا نزكي أنفسنا أصلح الكرة. وآتاكم من كل ما سألتموه.
كمان مرة كده. حاضر. إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال اللي جابك هنا انت والشيخ محمد عميرة واعي اللي جابك مسألة واعي ربنا يزيدك من العلم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام بعدين بقى بعدين كده اسمع وصلي على النبي راغب انا روح راغب اصلا هو اصلا الله يرحمه يا سيدي اذكر الله ايه انت يا محترم لا ما ينفعش خلاص كده كويس كده ليك يا سيدنا الله المستعان الله المستعان الله المستعان عليك يا سيدنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني
عليك. خلص يا بيه. عرفت عليك يا ست. صلوا على النبي. الله. انت يا عاص. الله عليك. انت يا محترم. ريلك انت. ريلك. يبدك بكل مكان. يا رب يا رب. ويرضى عنك. فمن تبعني فإن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك محرم. الله الله عليك يا دكتور. مساكن وحاضر. انت قول. اه هعرف البياتي اهو. اه عليك. موجه قوي. بياتي حاضر كمان. الله يسألك. ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. اذكر الله. انت يا طوال يا رب. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم.
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عليك يا شيخ، عليك يا ستة، ما شاء الله يا استاذ، اللهم ارزقنا زيارة رب العالمين. عليك يا ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من السماء. الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي إسماعيل وإسحاق. الحمد لله. الحمد
اصحاب الله على حضره النبي صلى على الحبيب صلى على الحبيب للاموات عليك يا سيدنا عليك يا حبيبي خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر من آخر سورة إبراهيم عشنا مع دقة الأداء وروعة التلاوة وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض ملك المقامات ومحرك القلوب وقارئ رئاسة الجمهورية كروان الفجر والجمعة
وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي وقارئ اعزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قارئ الرؤساء والملوك فضيله القارئ الدكتور عبد الناصر حرس.